هتشوف بدر بنون مش دلوقتي، بدر بنون مع نهايه يعني الدور الاول وان شاء الله حتى الوصول كاس العالم هيبقى وصل ان شاء الله للمستوى اللي انت اللي الجمهور الاهلي منتظر منه، انه يبقى ده هو ده الورقه احد اوراق الاساسيه اللي اكيد لا تبقى اعتمد عليها موسيماني، من الايه انك انت كل شغل كل شغل والتحفيز بيتم انك تنقل الكوره على الارض، ونقل الكوره عرض من ورا لقدام دي برضه محتاجه جهد، محتاجه تركيز شديد جدا، محتاج هيبقى في ضغوط عليك، المنافسين يبقى عندهم طبعا انه فانت ايه فيبقى فيها شغل. بدر بنون مكسب ان شاء الله، يعني ربنا يحافظ عليه ان شاء الله من الاصابات دي، يعني اهم حاجه لك لعيب مميز هيكون له دور في مستقبل الاهلي مش دفاعيا فقط، لا ده هجوميا باذن الله. صحيح.